السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السي الحاج كريم لاباس؟ الله يبارك فيك لاله. وانا كاتجي لاباس تروا حفظك الله. الصوت تحيت من طارات. ايميك كشكور بها لسي الغيطة اتعرفت شوية تعرفت داك فهمت ما فهمت والله ولكن انا السي الحاج كريم. نعم لاله. بعيد لوالد الله يرحمه مسكين. اياه ودعوي مع ولادي جوج ولادي اللي خدم فيا. اياه ما غير كريت لا اله الا الله. ودعوي مع واحد البنت باقي مجوجة. يا ربي يا ربي. ودعوي مع واحد البنت مجوجة عندها ولاد ورجلها. دعوي معها يا ربي. ودعوي مع الواليدة راها عيانة شوية. يا ربي يا ربي يا كريم. الله يرحم والدينا السي قريبان المستمعين. يعني الله يرحم الوالدين يا ربي الام محمد يا ربي على ولادي يديرهم الدار الدار ديالهم. الله يرحم الوالدين يا ربي يا ربي يا كريم. كاين واحد المراه قال لي هضرت مع السي الحاج كريبان. اييه قول ليه راه درت دارها الخمار. اييه اين قال لي قال عليا الا نعست في الليل تنحلم الا بغى نرق بغى نفتش بالخمار ما لقيتها. لا اله الا الله. اييه عافاك السي الحاج كريبان بغيت نبارك دار ولي الله يرحم الوالدين واخا ام محمد ودعي مع كل المسلمين المجمعين. ناسكم ما عرفتش الحاج ما عرفت العربيه بزاف. لا مزيان مزيان الحمد لله فهمتينا مزيان نشكروك لاله. عافاك السي الحاج بغيت واحد الدعوه راه مريضه عندي العصاب الله يرحم الوالدين الله يهدي الله يهدي لي ولادي بناتي ولادي يصبر فيهم. يا لاله كلشي الله يرحم الوالدين دعي معاهم بزاف بزاف. لا اله الا الله. شكرا لك. غير خدامين ديال الموت باقي زعما باقي صغير غير ولاد ديال المدرسه ولا يني خرج من المدرسه ما كاين باهم ما كاين والو. الله يرحم الوالدين. اللهم امين. شكرا لك ام محمد. شكرا لك كثيرا وشكرا لكل ناطق باللغة الأمازيغية المحبوبة إلى قلوبنا جميعا. وإن شاء الله أعدكم أن نتعلم هذه اللغة الطيبة المباركة لأن أهلها من أطيب ساكنة هذا البلد العزيز ومن أنبلي ومن أكرم الساكنة. وعيب وحشومة أنني من كل شيء كنت أتعلم ولو غير عبارات متعددة ممكن تسعف في الحوار. فشكرا لك يا أم محمد. وانت فيك النية لأم محمد فيك النية. الإنسان إذا عنده النية راه عنده كل خير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبدو أن أم محمد في إقليم الحوز كتعيش واحد ظروف قاهرة وهذا ربما الواقع ديال المجموعة ديال الساكنة نظرا لأن الإقليم متواضع ويحتاج إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة باش الشباب يقدر يخدم وباش المرأة القروية تلقى واحد الساعة ديال المال. ونتمنى الله تعالى جميع المسؤولين في القطاع ديال الجماعات المحلية والإدارات الترابية وفي القطاعات الخاصة كلهم يوفقوا في خلق مشاريع تنموية. راه هي من الدين حينما نخلق مشروع تنموي اقتصادي راه من الدين. راه بحال كتبني مسجد بحال كتبني مدرسة قرآنية. لما تقوم بمشروع اقتصادي غتخدم معك الشباب العاطل وغتخدم النساء المغلوبات عن أمرهم وغدير لهم التكوين المستمر وغتعلمهم كيف يصطادون السمكة عوض أن تعطيهم سمكة كل يوم وغتخلق واحد الجو اللي فيه حركية وفيه نشاط. وكلما دارت الدائرة المالية إلا والإنسان كيزاد إيمان ويقين لأن الفقر عدو الشعوب وعدو المجتمعات. فنطلب الله سبحانه وتعالى جميع المسؤولين في هذا البلد الأمين والناس صحاب الشكارة اللي كيفكروا في هذه المشاريع راه يعرفوا بأن هذا العمل راه هو بناء للدار الأخيرة. راه من الدين كما أنه من المواطنة وكما أنه جالب للاستثمار. ما يفكرش دائما بأن المشروع
غيجلب الاستثمار في منطقه اللي غتكون زاهره. كنلقاو الناس كيتزاحموا في المدن الكبرى، الدار البيضاء تخنقات ولات عباره عن مدينه غول، وداك الاختناق كيتاثر على الساكنه وعلى الناس، العصاب والقلق والتوتر والاكتضاض، في حين كاين هناك اقاليم لا زالت خصبه، لا زالت جنينيه، لا زالت بكرا محتاجه الى مثل هذه المشاريع التنمويه. اي مستثمر ما يقولش ربما غنربح اكثر في الدار البيضاء او في اكادير او في مراكش او في طنجه او في الرباط، المدن الكبرى راه حتى المدن اللي غير عملاقه، مدن باقا جنينيه، غدير فيها واحد المشروع واخا غادي يكون النسبه ديال الربح محدوده، ولكن عندك نيه انك تبني الحياه وتشغل الشباب العاطل، اكيد ربما الدوله غتعطيك التعفيف من بعض الضرائب، لكن الله تعالى بهذه النيه غادي يفتح ابواب وابواب ديال الحسنات ما لا يعد ولا يحصى. فلالا ام محمد عندك وليدات ما خدامينش وعندك زوج على قد الحال، نطلب الله سبحانه وتعالى ان يفتح لكم باب الرزق. حنا كنقولوا هذا الكلام غير من باب الاقتصاد والاستثمار والتنميه باش يروج المال ويستفيد منه اكبر قدر عدد من الناس، لكن الرزق هو بيد الرزاق، الله تعالى ان شاء رزقك. والله احيانا نكون في اقليم الحوز او في اقاليم اخرى للجبال وكيبغي ربي يرزق وكيجي رزق عظيم. يا ما كنا في جبال كتطلع الجبل ساعتين وانت طالع في الجبل في سيارتك كتسخف وكتقول ما غتلقى حتى الماء الشارب. وسبحان الله العظيم لما يتم ذكر الله ويتم تلاوه القران الكريم والمنادات يا رازق يا كريم يا باسط، والله سبحانه وتعالى توضع موائد. يا ما درنا قوافل مع بعض الاحباب وغادي كيشريو فروماج كيشريو شي حاجه قليله باش ياكلوها في الطريق كيظنوا بان غيموتوا بالجوع. فاذا لما تذكروا الله تعالى وتقرأ القران، اقرأ ربك الاكرم وانه لقران كريم، وتسبح لله وتناديه يا باسط يا رازق، حتى كتلقى الموائد ديال الخيرات. والله ما تلقاها في فندق خمس نجوم، موائد ديال الخيرات من اين لسنا ندري، ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. فراه ما كنتكلموا على التنميه والاقتصاد والتدبير والاستثمار، هذا كله عمل بشري، والا فاذا شاء مولانا عز وجل رزقنا بغير حساب، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. أسأل الله الكريم يا أم محمد أن يرزقك وأولادك وزوجك ووالديك، الله يرزقكم جميعا رزقا واسعا، رزقا حلالا طيبا، رزقا كريما. اللهم يا رب افتح لنا ولهم باب الرزق. اللهم يا رحمن يا رحيم، إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم يا رب ارزق الجميع رزقا حلالا طيبا من عندك، يا من قلت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. اللهم أفض علينا من خزائنك في الدنيا والآخرة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.